بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا الله إله بما هذا سبحانه وتعالى إله عاوة إن جسوا قيب قليل نقوى عاف ما قبنا ختام كي حفلة دي حرتانكا تفسير كي مدداس لو وصلنا السعودي وعادوا هاد شيخنا إنه مركو حريو إن أرضي كفر حيو حفلة قبطو مدن تنقص وغيب قشو قوي لها مهدي الحمد لله رب العالمين وحما هاد لبعضا إن عاود إن رجين إنه إلهي سبحانه وتعالى إنه حريستو سواء نقول حريصنا يا حفلة دن قرحة بدن إنه قبر إنه قول كيسي كريم كأها إلهي سبحانه وتعالى نقوله الله نقوله خطابي يا علماء الكور أنتي قيمها ولا كتابك بل شرفتي إن شرفتي إني وي مركو الله يدي بيقول لها اللي وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وحويا شرف أذقي قوم كاجا دوين قوم كنا قوم كيسي قوم محمد بين النهاي لكن وحلا اللي تركيا مركز عدي لتشوكتي لكن شرف بويها إنك إيو قف كستو مسلمة إنه كتاب كاس علماء المنطقة مه اللي هي هاي هي شرفته اللي هي هاي أو إنه قف الأنت هاي إنه هذا الكي إلهي هاي قول الله صفاتك إلهي إنه يهي إلهي هذا الكيسي وقصه وحيه ذي رسول كان صوبان صلى الله عليه وسلم ووتل مامي لما نلشى أنه كنا الله هاي ونا جيدة هي خير كيدة هي وحي وقبع أنت هاي إلا أنت نقد قرينه كتابك إلهي سبحانه وتعالى وحويا كتاب إلهي سبحانه وتعالى إنه كرامي ومدينا وكتل مامي سيدقونا سيدقونا مامي سيدقونا سند إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم مرو بطة توسن ثلاثة ونكسن أيو لهاي كتاب كي نقوله دردار مية وحون وحي جيسي ووصية دي لهاي ورسالة دي سي قفك كوك تعيش هاي أو ورغتك صوغ راي أو ما تلقوه راي يولا قوله ورغت هاي بكو صوت ساو تعال لهاي سيقي من بنام بتعال لهاي وقال لهاي دا داخل قرينا قفكو أخري يا دولة لهاي بالله عليكم كتاب كي لهاي وفرين تيسية وهذا الكيسية دع علماء ده ربيعوا ده حشرين هل يها بين عربي كوهين شرين ويبرين شرين تحسنا كأنتي تفسير كإن رسولنا أبرو عبد الله بن عباس وحبر الأمة لما قعب حي شيخ أمة دي ما يعني قويين كيسي ورسولنا أدعي اللهم علم التأويل إلى رسول صلى الله عليه وسلم إلى علم أكبر تأويش القرآن وتفسير كيسي أنا إلى أبر أو قاله حير وعمر بن الخطاب صوفر يسيو أكتيسة سو شرح وسؤاله ويدين شري وكل ويدين شري قرآن كي إلهي مراد كل إياه أيو سقى الميرة إلهي وافتش سبحانه وتعالى عبد الله بن عباس ولا الله يا عاوا حن تونا فرح داسين تونا إلهي نوين أركيا ملاك تونا وحيرة تونا دعائنا إدك سو كسوق يقشنا وهم بليو أيان لي هم بليو أيان لي هاي نيسنو إن الله سبحانه وتعالى هذا الكيس كله فرح صنعه هذا الكيس يعني دقيسني إنه هذا الكيس يعني إنه دمانتين كو كو الرمين القيم ولها عدي كشق يسنا قيمها إلى هذا رنتي هرجيسة وحورن كرتا مدح هذا هدا التوكتا يكوي خورة أما هنقول مدح بينيال تفسيرك شيخ دروي فدي وأنا كو ورهنا أنت رأي هرجيسة هيدا كوي سقاشي كفدي مركان مهارات كلا لهينين شغل كلا لهينين حتى واحد لوي بسياسين تمرروا بي من شتو إنه حنا كبرت كنفع إديسته من آن صومر إنه متشوم أنا من أخذه أرضي ده وضاحين أرضي بان وضاحين إلهي واحد كبر إنه سبحانه وتعالى إنه إن أبال كيسة نقصيه ما جود كرينا نخ ولا الله يال حكمة أمضو أي حب رأي سوا حوالين كل دقنته هدي كتاب كه إنه مقالة آخر سنة دقي سنة قريهنا وتوه حفيسينا وتوه golayaasheena oo togo wax badan baa umada laga bedeli karaya wax badan baa umada laga bedeli karaya lana gaarsiin karaya khayrka ilaahay subxanahu wa ta'ala ay doonayaan
waxaan runtii anuna aan leeyahay aaminsanahayna haddaan isu kaalmaysanno howlahaynu hayno ee diintu inaan fartay in ummadda la wanaajiyo ummaddana la horumariyo waxay la tahay waxay u baahan tahay iskaashi may u baahan tahay marka ragga cusub ee xildhibaanada xeelka haya imika ama xeel ku soo deyshalayto waxbay dhaliilayeen waxbay arkayeen laakiin maanta iyaga la dhaliilaya kursigana ha u diyaar garoobaan kursiga dhaliishisana ha u diyaar garoobaan saamaxnaan kuna waanu leenaho dee annaka barkad wuxuu nagu sheegay matukayaashu nagu sheegay waayo waxay salaadii taraawixdii nagu joojiyay khaliil annuna waxaan la dagaalamayna xanuun marka si kastaba haahaatee saamaxnaan kun bal islam nagu soo tuuray wuxuu yidhi waa matukayaashii imikana adun baa lagu odhan doona intaa in leeg marda xafiiskii timi dhaliisha aada soo doonantay ummaddeenu waa ummad barakaysan oo khayr badan ma kaadinayaan waogeedan habeenka daadkii dhaweytay halka yimi hadda mabu xilba muuqaman cabdikariim nin baa yidhi wakaas baleg barkadaas barkadiina maga noqon doontaa bu hadda mabu taabo lagumana wareejin hadalku kuleeya markaa culayska ku socda waynu dareemi karaynaa oo ah xataa sheekha mustafa ka ammaan helin masaadka fadhiya sheekh dir baan ammaan helin bulshada kale ammaan helin bal waxaa loo qaban doonaa iska daay waxa weeye wax ka horeynaya deg deg yacni culays badan baa ummadda madaxda inuu la saaraa laakiin waxaa loo baahan yahay in laysu dulqaato laysa saamaxo dulqaadkana la badiyo kuraasadan ku fadhino annagna la caayi maayo shakhsiyan ee kursigaa la dhaliilayaa dee kursigaa hawshiis ka wata maayarka kursigiisa la dhaliilayaa xildhibaanka kursigiisa la dhaliilayaa wasiirka kursigiisa la dhaliilayaa marka taasuna waa dhaqan aynu iska leenahay waanu dulqaadan annagu waanu jirifoonay jirif baana fuushay idinkuna insha allahu waxaan rajaynayaa in ilaahay subxana wa tacaala idin fududay xilka idin fuuin doono jamacan barakaysan ee khayrka badan runtii waxaan odhan lahaa aan ka faa'idaysanno fursadda aynu haysanno culuumtaynu baranay maanta caalam islaami masaajid saa u cambiran oo dadkii saa wax u baranayaan oo shuyuukhda ay u soo fadhido oo dabar la'aan tahay ood cid la joojinayn ayaynu dahaysanaa aynu ka faa'idaysanno si fiican uga faa'idaysanno si fiican aynu xaq dhowrno minbarka rasuulkana aynu xaq dhowrno minbarkaasi nabi maxamed iyo maqaamka rasuulku fadhiyey ee ummadda uu xogo sheegi jirayna aynu dhowrno oo aynu ilaalino ixtiraanno golayaal kale iyo meel kale oo lagu kaftama waa la heli karaa laakiin ha la ilaaliyo minbarka nebi maxamed sala allahu calayi wasalam iyo dadka guddoonka uu ah dadka bulshadeennu ha ixtiraamto ilaahay kitaabkiisa iyo sunnaha nebiga waxaan aada u rajaynayaa ummaddanu qeyb ka mida diinteennii oo badan 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 baanu haysanaa waxyaalaha hadhay dhimanna haddii laysu kaalmaysto waa la dhammaystiraya walaalkeena cabdikariin inaynu taageerno oo aynu isgarab taagno oo qof waliba kaalintiisa qabsado ayaa loo baahay culimaduna waa inay dowr laxaadle ka qaadata halkaa dowr laxaadle oo weyn waana ka qaadata magaaladan magaaladii ku fikirayay iyo himiladiisii iyo riyadiisii wax ku dhabayn karaa markaynu isgarab taagno haddii nin qof imika la weydiiyo horaan waa yidhi masaajidka aan ka akhriyay khudbada madaxtooyada iyadoo wasiiro fadhiyaan madaxdu fadhido waxaan yidhi bal kuma ka warhayaa qashinka gurigiisa ka baxa waxaa laga yaabaa in maalintii 30 kilo qashina guriga uu ka baxo yaa qaada habla yaryaro caruurteenaba hooyadana u dirtaa ninkuna ma ogaa dabeetana waxaa la dhigaa guri kale hortiisii lasoo dhigaa dee taasi adoonsa cabdikariin inuu qaado miya ma qaadi karayo laakiin markaad guriga ku kaydiso eed qalab u samayso ad dhigato aad kala saarto aad kala safayso iska da wax kale qur-aankiiba waa lagu daray imika oo qur-aankiiba qashinka noqday oo markaad eegto imika baabuurta qaada muxuu ahaay qashinka qaada xilkoodii waxaanu saaray nima ka shaqeeya insha allah cabdikariin uu nagala shaqayn doonaa inaan si gaara u qaadno dabeetan qur-aankii laga soo saaro iyo manaahijtii islaamiga ahayd carabiga ahayd qur-aanku ku qorniyay xadiiska rasuulku in gaar uga saarno innagu hadday nahay weli amarka iyo ummaddii dee guryahooda maamulaysay war uma hayno fursadan waxaan uga faa'idaysanayaa war cabdikariim wuxuu u baahan yahay in wax lala qabto oo lala kaalmeeyo haddaad maalin keliya laan ku tuurto waddada bartankeeda haddaad haa sigaar ku tuurto warqadaad soorta xanto ka cuntay haddaad ku tuurto adigaa gabay iimaankaagna iimaankaagna waxbaad yeeshay waa nebigu wuxuu yidhi iimaanku waa 72 qaybood waxaa u sarraysa laa ilaaha ila allah waxaana u hoosaysa imaatatu ladaa can ariiq qashinka wadada laga qaado waa iimaanka kaasoo hooseeya
قفك اسكت دافا عاجد دميل تلا دافا إيمانك سو ناقص إيمانك سو ناقص بركوا حنو يعني رغم شيء كبرين دمان إن أي دت كير وحاول برضو مضوضنا ولا وشقينا يا ولا مشغول سي هاي غيبت شوكتها مساجدين مجالدنا وانا درا انسان هذا عليس كيال نقول ما مالين بها قايمنيا نبنا مالين سدا دي حلبانه ما سو يمدين دوله دوغ مديشي سدا دليرا وهاين يا ما تنا وهين مسؤولين واوين او دي قيمه له او شرف له وحان رجينا ان دول بس سو وكالنتن وي من دونا وانا رجينا ان سو مري دونتان لكن محلو بهي نقول وكالنت انت سو غارين ادنا كان احترام الالي لقب هاوشا سيل ولقبت هذا كثر لو لقبته رنتي الموضوع واحد مدن خير دير هذا لكن وحكنت ظروفته هي فرصتها ان سو هلي ما تعاون ان كسي مخو هاي ولا كل دار منه ما يركينا عصب كل دار منه ان الهي واحد كبرنا شيخه ان الهي لو بركيهو عمرك سي الهي بركيهو عودك سي الله زياديو وبدك سي الله بركيهو اصحابتي سي دلك با الله كو بركيهو دلكنا الهي نو امنك اما كان الله نو زياديو وما الله نقدر القاضي أمني أما كان الله ينور بركيه إله سبحانه وتعالى ضل كان أن الله ينقر حضو بدي ونكسن وكف الله ذو ويقول قلبك أفرى الله ينقر سبحان ربك رب العالمين.